مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا وحلقة جديدة ودايما معاك ودايما معاك. النهاردة حلقة خاصة وهي حلقة غنائية، وفي الفن عامة الغناء من أجمل الفنون اللي احنا بنعتز بيها في أوقات كتيرة جدا، وكتير جدا على الساحة الفنية موجودين وفي تزاحم، بس دايما اللي بيستقر وبيتجدد دايما وينص بروح جديدة في كلماته واختيار ألحانه هو دايما اللي بيستمر معانا. واحنا معانا النهاردة نجم جه معايا قبل كده، وهو وليد قصر ثقافة وادي النطرون. معانا أغاني كتير جدا خاصة بيه وغنى المشاهير، والنهاردة معانا أسئلة كتير ومعانا أغاني كتير وهنبدأ حلقتنا. ومعانا النجم الجميل أستاذ أحمد يونس، أهلا يا فندم أهلا شرفتنا. بحضرتك يا فندم، ومعانا الموزع والملحن أستاذ أحمد الجندي، أهلا أستاذ أحمد أهلا شرفتوني، بيك يا نورت فندم، حلقتي أهلا النهاردة. بيك يا فندم والله. طبعا احنا هنقدمك تاني ونقول ولادة نجم جديد، ودايما أصول الثقافة عندنا بتدي كلمة، بتدي معنى، بتدي هدف، ودايما احنا بناخد منها فعلا حاجة احنا بنسمعها، مش زي التزاحم اللي موجود دلوقتي يوم يومين وبنلاقيه مش موجود، فالكلمة دايما هي الأبقى. فهل ترى الكلمة مع الغنى مع اللحن أساس لنجاح الأغنية، ولا إيه الأساس؟ فحضرتك تفضل معانا قول. الأساس طبعا إن الكلمة في الأول وفي الآخر، لأن طبعا الكلمة هي المفروض اللي بتوصل بتبقى للقلب أسرع. أكيد طبعا، ومش أي حاجة يعني، المفروض حاجة الكاتب بيبقى بيجيب حاجات موجودة طبعا خلال أحداث معينة، مثلا ممكن حاجة تشد عن الأم، حاجة وطنية، بيبقى اختيار مشترك ما بينك وبين الكاتب، ولا الكاتب بيلاقي الكلمة دي لايقة على أستاذ أحمد أو على صوت أستاذ أحمد فأنا بعرضها عليه وهو يقول لي رأيه، ولا الاختيار مع بعض؟ والله احنا نعتبر فريق عمل واحد يعني، معانا الشاعر الاستاذ محمد الروبي، فدايما يعني احنا قريبين من بعض، في اي حدث موجود طبعا عن الساحة على طول بيترجم، مثلا يقول لي خلاص احنا معانا طبعا، ما هو الحلو معانا ان استاذ طبعا محمد زميلنا فهم برضو. طبقة صوت استاذ احمد، فبقى يختار الكلمات اللي هتمشي مع الصوت، وده نوع من الاجتهاد يعني احنا لوحده. معانا مثلا استاذ احمد عبد المعز، استاذ اشرف جاد، معانا مجموعة برضو الحمد لله كويسة، فاما بيعمل حاجة بيلاقيني فيها فبيقول لا دي تحتك انت، انت طبعا عشان يعني كل واحد مميز في حاجة يعني، طبعا طبعا. فبتلاقي طبعا من خلال الثقافة طبعا النشط استاذ وائل الشبكي طبعا يعني بصراحة موفر لنا كل حاجة، واحنا على بنشتغل في أضيق الحدود، بس الحمد لله رب العالمين يعني ايه، مع الأستاذ أحمد الجندي والأستاذ محمد الروبي، وبنعمل برضو ندوات شعرية، بيبقى في مواهب برضو كتيرة بنحاول إن احنا ننميها معانا بس حضرتك مبتدئ من قبل كمان دخول حضرتك قصر الثقافة. الحمد لله. أنا بقالي فترة يعني طبعا الثقافة برضو من خلال التعامل معاها الحمد لله خدنا يعني برضو أكيد ادتنا، ليها ركن خاص بتوزع منه لأن وليها. شغل الثقافة برضو غير الشغل بتاعنا بتاع انا فاهمه، انا في الشارع حاجات خاصه بحضرتك، بس انا بقول دايما ان في اصول الثقافه بتدينا معنى، بتدينا قصه، يعني بتجدد دايما، فبتبقى انا عايزه اسمع ده، لكن غير الكلمات اللي نازله طبعا الوقت الحاضر، لا ومفيش شغل على الصوت ولا شغل على الكلمه ولا شغل على اللحن، طلعت ترند خلاص تاني يوم. لا احنا بنحاول برضو ننقي الكلمات يعني، احنا ما بنشتغلش في اي حاجة يعني، احنا احنا هنشوف الحمد النهارده. لله لا هنشوف يعني النهارده. بالنسبة للكلمات او اللحن، او احنا بنبقى قاعدين مع بعض كده، ممكن يبقى كاتب ممكن نحذف حاجة نضيف في حاجة تناغم برضو كده. بيه، في بنحاول تناغم ما بينكم، ده اللي بتبقى ايه طبعا خلى العمل نجح. بتبدأ يعني حاجة طبعا الحمد لله بتوفيق بتاع ربنا، فالحمد لله يعني احنا اهو على قد ال دايما يا رب. استاذ احمد طبعا حضرتك اشتركت في اكتر من عمل مع استاذ احمد، طبعا من حكم اشتراكك كده في الاعمال بتاعته،
عملتوا كام حاجة؟ لقيت الدنيا ماشية معاكوا ازاي؟ صوت أستاذ أحمد لقيته مناسب قوي مع ألحانك، أنا شايفة طبعا كام حاجة وهنعرض معانا النهاردة، تمام. فبدأت معاه؟ اه طبعا احنا مجموعة عمل كاملة، احنا صحاب واخوات في قصر الثقافة تضم طول، ومن قبل قصر الثقافة برضو احنا بنشتغل مع استاذ احمد بقالي فترة، يعني يعتبر مع بعض من الصغر يعني. ما شاء الله. فطبعا احنا فترة كورونا ديت يعني ايه، رب ضارة نافعة زي طبعا. ما بيقولوا. هي اه فيها ربنا فوائد ناس كتير، كتير. فوائد ان هي ان احنا اشتغلت الشغل على قل نفسكوا اكتر. فاشتغلنا على نفسنا بقى، طبعا. واخد بحضرتك، فاشتغلنا على نفسنا، بدأنا ان احنا نطور ايه، نعمله اغاني مثلا خاصة بالاحداث، اي حدث يجي مثلا احنا فاضيين مش حاجة، فقعدنا بقى استاذ محمد الرومي يكتب مثلا الكلمات المناسبة للحدث، وزائد ان هي تتماشى مع الناس وحاجات، يعني في شعراء بيكتبوا كلام كبير يعني ايه، المتلقي صعب ان هو يترجمها، ففي كلام عامية اللي هو معظم الناس سهل وفي نفس الوقت ليه معاني كبيرة قوي، فالكلمات بتساعد والاستاذ احمد بيساعد، فاحنا طبعا كلنا مع بعض معامل يعني. مشترك اه بين بالظبط الثلاثة كده. مع بعض. طب حضرتك عايزين نرجع للزمن الجميل ونسمع حاجة نفتح بيها حلقة النهاردة. ماشي، تحت امر ماشي حضرتك. اتفضل. ماشي، الذكاء. ماشي، هنقول ارابيسك تيتر ماشي مسلسل الزينة. ان شاء الله. ماشي اتفضل. ماشي، اتفضل. استاذ احمد بس تقريبا حضرتك غيرت دي وعمار يا اسكندريه عمار مش اسكندريه. ارابيسك، ممكن في معلش. حاجه ودي حاجه. استاذ احمد احنا عايزين نطلع فاصل. بيحب اسكندريه طبعا طبعا الاسكندريه وناس اسكندريه. هنطلع فاصل مع جزء اغنيه حضرتك ونرجع تاني. طلعنا مع فاصل ومقطوعة جميلة من أغنية الفنانة نجاة.
اختيار اغاني حضرتك. الاغاني انا شايفاها بقى دايما راكبه على الصوت. حضرتك غنيت لنجوم كبار وفي اغاني خاصه بسيادتك. تمام. بتلاقي حضرتك ليه في الركن الهادي ده دايما، ده المناسب لصوتك، ولا حضرتك مايل لكده، ولا حضرتك متنوع بس حبيت الجزئيه دي؟ لا انا متنوع، بس بحب يعني الحاجه الهاديه، بحب اسمع برضه الحاجه. انا بقول حاجات كتير بس مش اي حاجه بتعجبني، يعني في حاجات كده بحس ان هي برضه فعلا بتوصل لودن الناس بسرعه يعني، ما هي فالحمد لله يعني. الجزئيه ما انا اختارها تبقى ماشيه مع صوتي توصل للقلب بسرعه، لان الغناء بالذات لازم القلب مع العقل، مش حاجه لوحدها، لا لازم الاثنين مع بعض عشان حتى توصل للجمهور بسرعه. وفي نفس الوقت انا شايفه ان حضرتك يعني ايه بتضيف، يعني مش يعني بتغنيت الجزئيه بطريقتك، مش بطريقه، لا غنيتها بطريقتك. طب هي الالحان بتعاد توزيعها من اول وجديد ولا نفس اللحن بتمشي علينا؟ مش لا حاسه انه عيلي شويه على نفس اللحن برضو، ما على نفس اللحن. بس طبعا احنا بقى طبعا بره الموضوع بندخل في حاجات تانية يعني، بس برضو بنركب حاجات على حاجات بتبقى بره الشغل يعني بتاع التسجيل نفسه يعني. طب احنا عايزين نشوف حاجة لايف. تحت امرك. ماشي، هنقول شايف شايف لمين؟ هي لمين الأغنية؟ شايف؟ ان شاء الله أستاذ أحمد الجندي بقى. هو ماشي اتفضل. Yeah.
طبعا الصوت الجميل مش كفايه لوحده ان انا اوصل لمستوى عالي او ان انا اوصل لحاجه ترضيني، فاكيد حضرتك بتشتغل على صوتك باستمرار، بتدربه على طول، بتدربه بتعمل ايه، بياخد من وقتك قد ايه؟ والله احنا يعني اصل الشغل يعني بتاعتنا زي لعيب الكوره كده، ما ينفعش ان انت لازم تبقى في الملعب على ايوه طول. عايزه مجهود مضاعف، انا فاهمه. لازم اشتغل على صوتي طبعا على طول. احنا الاستاذ احمد معانا طبعا دايما كل يوم في اصل الثقافه بقى يعني بنعمل كل حاجه يوميا في جديده، تدريب. مثلا بنقول حاجه في حفله بنحضرها، فاحنا دايما يعني في استمرارية في التدريب حتى لو مفيش حاجة طبيعي. بسجلها أو حاجة هعملها. احنا يعني في الايام الكورونا احنا كنا على طول موجودين باستمرار، حتى نستغل بدأنا وقت برضو الفراغ. نعمل حاجة لايف للناس، خليك في بيتك نبدأ، فالحمد لله يعني احنا كان البث من قصر الثقافة، كان مش من بتكلم قصر في مكان الثقافة. معين. فطبعا لازم يعني الصوت محتاج اي طبعا حاجه فيها تدريب، استمرار عايزه شغل على طول. لانك طبعا لو ركنت شوية تبقى صعب يعني ترجع زي الاول كده. الاستاذ احمد معاه متواجد على طول. الله طبعا. حضر لنا حاجه لايف تاني النهارده ولا نطلع فقره من تسجيلات حضرتك ونرجع؟ تكون تمام قرار ماشي. نطلع فاصل مع جزء من اغنيه الفنان ونرجع تاني. ورجعنا بعد الفاصل. طبعا استاذ احمد كنت معانا الحلقه اللي فاتت، كان في بعض الاغاني اللي موجوده معانا ما كانتش نزلت، يعني كده في حضرتك بتعمل جديد كل قد ايه؟ يعني ايه الجديد اللي موجود دلوقتي في الساحه، او ايه الجديد اللي موجود مع حضرتك؟ هو احنا انا تقريبا كل اسبوع بعمل هي حاجه. اخيرا معرفتك ما كانتش موجوده معانا. لا نزلت الاسبوع ده. الاسبوع ده برضه عملت حاجات تانية كتيره برضه ان شاء الله. حضرتك كده كل اسبوع بتنزل قد ايه مثلا؟
يعني حوالي 3 أغاني كده. لا استاذ احمد مجتهد بجد استاذ احمد مجتهد، يعني الحلقه الجايه يكون معانا اضافات جديده إن شاء الله بإذن ان شاء الله. الله. عايزين حاجه لايف استاذ احمد، إن شاء حضر لنا ايه؟ هنقول أنا وقلبي. انا وقلبي دي غناء مين؟ دي الفنانة شادية. الفنانة شادية. ماشي، جزء من انا وقلبي. اتفضل. أنا وقلبي يا روح قلبي حياتنا ليك، وقد الحب والعشرة عشمنا فيك. أنا وقلبي يا روح قلبي حياتنا ليك، وقد الحب والعشرة عشمنا فيك. ومهما انسى ما بنساش، ما بنساش من الماضي ولا ثانية، ودي لغيرك ما اقولهاش، ما اقولهاش يا اغلى عندي بالدنيا. ومهما انسى ما بنساش، ما بنساش من الماضي ولا ثانية، ودي لغيرك ما اقولهاش، ما اقولهاش يا اغلى عندي من الدنيا. تعال نجدد الذكرى، تعال نعيش سوا البكرة، تعال نجدد الذكرى، تعال نعيش سوا البكرة. عيني عيني على الهوى اللي جرالي، اللي جرالي، اللي جرالي، هوى الهوى برضو الهوى. مين فينا خالي؟ مين فينا خالي؟ مين فينا خالي؟ اسعدني يوم وصلحني بيه، ده حقيقة مالي. أنا قلبي فاض من اللي بيه بعدك يا غالي. اسعدني يوم وصلحني بيه، ده حقيقة مالي. أنا قلبي فاض من اللي بيه بعدك يا غالي. وأنا وقلبي يا روح قلبي حياتنا ليك، يا روح قلبي حياتنا ليك، يا روح قلبي. مش بعيدة، مش بعيدة، نرجع أكتر من زمان، نبقى أحلى بالود أغلى بالمودة والحنان. مش بعيدة، مش بعيدة، نرجع أكتر من زمان، نبقى أحلى بالمودة والحنان. نبتدي
جديدة ويا أحلى الناس سعيدة. نبتدي صفحة جديدة ويا أحلى الناس سعيدة. عيني يا عيني عن هوا اللي جراني عني جراني اللي جراني هوا الهوا برضو الهوا. مين فينا خالي مين فينا خالي مين فينا خالي اسعدني يوم وصالحني بيه تحيي أمان أنا قلبي فاض من اللي بيه بعدك يا غالي. وأنا وقلبي يا روح قلبي حياتنا ليك يا روح قلبي حياتنا لي يا روح قلبي. الفنان العظيم احسنت استاذ احمد يونس. احسنت استاذ احمد يخليك. مين المشجع الاول والاخير لحضرتك؟ والله انا بصراحه في بدايه حياتي كانت طبعا اصدقائي في المدرسه لان هم بصراحه اللي ادوني الدفعه. حضرتك من ايام الدراسه؟ تمام. انا كنت طبعا بعمل حفلات اعياد عيد الام مثلا يوم رياضي. بدات اشترك يعني من خلال المدرسه انشطه فالحمد لله يعني هم اللي ادوني الدفعه بقى ان انا ابدا اكمل. دايما يا رب متالق معانا يا استاذ احمد. دايما متالق يا استاذ احمد الجندي ودايما يا رب في جديد. ويا رب الاقيكم في حلقات احلى واحلى واعلى ومن نجاح لنجاح. والى اللقاء في حلقه قادمه ودايما معاك.